افتتح سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فعاليات مهرجان الأيام الثقافي في دورته 23 الذي تقيمه مؤسسة الأيام للنشر، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض وبحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة ورجال السلك الدبلوماسي والمهتمين بالحركة الثقافية والأدبية وعددا من المدعوين. وقد تجول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور في أجنحة المعرض المختلفة، حيث اطلع سموه على ما تعرضه مختلف دور النشر المشاركة من كتب وإصدارات ثقافية وفكرية وأدبية. وأعرب سموه عن تقديره للدور الهام الذي تطلع به مؤسسة الأيام للصحافة والنشر في تعزيز فرص المواطنين والمقيمين للإطلاع على آخر وأبرز إصدارات دور النشر العربية والعالمية وتهيئة الفرصة للقراء في الحصول على الكتاب من مصدره، مساهمة بذلك في إثراء الحركة الثقافية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية مهرجان الأيام الثقافي للكتاب 23 والذي يأتي بمشاركة أكثر من 200 دار النشر عربية وأجنبية من 15 دولة. وأضاف سموه: لقد واجه الكتاب العديد من التحديات في عالم اليوم والتي تمثلت بتطورات التقنية الحديثة وتعدد أشكالها وأساليب عرضها للمحتوى الثقافي والفكري والأدبي والعلمي وما تميزت به من سرعة وسهولة وانتشار، إلا أن الكتاب سيبقى المرجع الموثوق والمصدر السليم للمعلومة والوعاء الحافظ للعلوم والتاريخ والحضارة. وقال سموه إن ما شهدناه اليوم من تخصيص زاوية إبداعات والتي تعزز النشاطات التعليمية والتثقيفية للأطفال، إضافة إلى أجنحة منابر السلام التي تقام بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، يبعث على الإعجاب ويؤكد التميز والتطور والنجاح الذي تحققه هذه الفعالية الثقافية السنوية، مشيدا سموه بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لدور النشر العربية والأجنبية والتواجد الملحوظ للكتاب والأدباء والقراء، ومتمنيا للمهرجان والقائمين على تنظيمه في مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والمشاركين والجهات الراعية المزيد من التوفيق والنجاح. من مختلف المصادر يكتال العقل متنوع الأفكار والقواعد التي تزيد من مستوى إدراكه ومن فهمه البناء بعناوين حملت فحواها ومخزونها العلمي الذي يلامس مختلف ضروب المعرفة الإنسانية بمجالاتها المتعددة، لتحط رحالها في مهرجان الأيام الثقافي بنسخته 23 الذي لم يبخل على مرتاديه من هواة وشغوفي حب استزادة الثقافة بأكثر من 600,000 كتاب موزعين على دور نشر مختلفة. لنا الشرف أيضا أن نشارك في المعرض باسم المؤسسة الخيرية الملكية. مثل ما تشوفون الصور، احنا ما نهتم بالنسبة للمحتاجين للأيتام فقط بالماء ولا بالغذاء، بس أيضا مثل ما تشوفون سمو الشيخ ناصر مع أطفالنا، هاي صور في الزعتري بس أيضا في مركز سموه في مركز ناصر وراء ألبا، جلالة الملك سمو الشيخ ناصر يوجهون الاهتمام بفكر اليتيم وفكر الفقراء والمحتاجين علشان في المستقبل يتسلحون بالعلم، يحصلون أعمال جيدة، يرفعون مستواهم الاجتماعي. هاي طبعا شجعنا على نقوم بأعمال ثقافية. تتشرف جامعة البحرين بالمشاركة فيها في معرض الكتاب حقيقة بعرض جميع إصداراتها من كتب قام بتأليفها أعضاء هيئة التدريس والمجلات الدورية العلمية التي تصدرها الجامعة، وهذا شرف كبير أن يأتي الزوار ويطلعوا على هذا الإنتاج الثري.
في هذا المهرجان يمكن الاطلاع على كل ما هو جديد من إصدارات الكتب والاستفادة من كل حرف أو كلمة تقرأ قد يجنيها حامل الكتاب بين كفيه في كتاب أشبه أن يكون بحرا من المعرفة الواسعة. ولم يعد ذلك مقتصرا على فئة الكبار فقط، فالصغار أيضا كان لهم نصيب مما يودون اكتسابه من علم ودراية. مشاركتي في المعرض هي لإظهار سلام إن شاء الله أنواع الخط العربي ومدى ارتباطها بمعرض الكتاب. الكتاب كل الكتب اللي موجودة الآن كلها خطت بالعداء التقليدية، ما في كتاب إلا يجب أن أول شيء يمر على الخط العربي. فإحنا مشاركتنا لإضافة المعرض الكتاب بتوفير أدواته، طبعا تتدخل فيها مطابع وغيره، بس بالأساس الخطاط هو اللي راح يخط من الدواء والقلم والحبر. فهذه مشاركتي تنصب في وجوده أن أهمية المعرض تكمل وجود الكتاب وتكمل المعروضات اللي موجودة في معرض الكتاب. عندي وسائل تعليمية أكثر من يعني عندي 128 عنوان وسائل تعليمية للأطفال، عندي شغلات كتير لذوي الاحتياجات الخاصة، نحن عندنا اختصاص بهذا الشيء، تنمية المهارات والمواهب عنده. ولأنه هو الطفل صراحة هو لبنة البناء مثل ما بيقولوا، متى ما كان الأساس جيد بيطلع البناء كله تمام. في كل نسخة من نسخ المهرجان يطرح في رحابه الجديدة من الأفكار ويأتي بكتب ما فتئت مواضيعها تخاطب الإبداع الإنساني من جانب وتنور المجتمعات فكريا وثقافيا وحضاريا من جانب آخر. من مختلف دول العالم سارعت دور النشر أن تحجز مكانها بين أروقة هذا المعرض لتقدم ما لديها من مختلف الكتب والمجلدات التي تحاكي رغبات القارئ المتنوعة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون